السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. بنتكلم على الأسموزية برضو، بس بنعمل تجربة تانية باستخدام بدل الأزموميتر أو الأزموميتر بنستخدم الدرانات البطاطس. طيب الحقيقة التجربة دي بتتعمل بكذا شكل، يا إما استورات البطاطس، يا إما البطاطسية نفسها، يا إما قطع مكعبات بطاطس. ليها أشكال كثيرة يعني، لكن الفكرة أو الكونسبت واحد، وهي احنا بنعمل ايه؟ بنجيب عده انابيب اختبار، واحده فيهم بتكون فيها ميه بس اللي هو التركيز القمحي كانه صفر، وبنجيب عده انابيب اختبار فيها تركيزات مختلفه من السكر او الملح يعني حسب، المهم في اي تركيز موجود بتركيزات متفاوته يعني. خلاص بنزود التركيز يعني، هنا التركيز صفر، هنا التركيز اعلى شويه، هنا اعلى شويه، هنا اعلى شويه، وهكذا. تمام. الفكره بقى هنعمل ايه؟ نقول لحضراتكم بنبتدي بناخد اسطوانات من درنه البطاطس باطوال واحده، يعني طول مثلا ايه 5 سم 3 سم الى اخره، ايا كان الطول بنخليه واحد، وغالبا الوزن بتاعهم غالبا هيكون قريب، لكن بنسجل الاطوال وبنسجل الاوزان بتاعت كل قطعه من دول. شكل الانابيب بيكون عامل ازاي؟ اهو بيكون بالشكل ده كده. ده بعد التجربه، بعد زي ما هنشوف دلوقتي بنحط الاسطوانه بتاعه البطاطس في الانابيب المختلفه وبنكون كاتبين عليها التركيزات. طيب بعد فتره من الوقت بنبتدي نطلع الاسطوانات البطاطس دي ونجففها بالراحه من غير ما نضغط عليها، من غير ما نضغط عليها، مجرد بس نجفف الميه اللي عليها من بره، بنقيس الاطوال بتاعتها وبنسجلها، يعني القطعه كانت في الانبوبه رقم واحد كان طولها كام، وبعدين بقى طولها كام؟ الانبوبه اتنين كان طولها كام وبقى طول، طب احنا بادئين كل الطول واحد، فيبقى الطول في الاول واحد، هنشوف الطول بقى كام وبنسجل هذه الاطوال، هل زادت الطول، هل نقص الطول، كل ده بنعمله. ونفس الشيء بالنسبه للوزن، بنسجل الاطوال بعد ما بنجففها كده، خدنا الاطوال وبعد كده بنسجل الاوزان بالشكل ده في جدول زي بهذا المنظر يعني. طبعا هنا تركيز صفر اللي هي الميه بس، بعد كده بنزود التركيزات المختلفه اللي هي احنا حاطينها. اللي بناخد الوزن الاصلي او الطول الاصلي، يعني هيبقى في جدولين، واحد للطول وواحد للكتله، الكتله بتاعته يعني بالجرام. فنبتدي ناخد ايه بنسجلها بالشكل ده، وهنشوف الجدول لما هينتهي هيبقى عامل ازاي. اهو بعد عده حسابات بنشوف الوزن الاصلي او كده، وبنشوف الوزن النهائي، بنشوف الفرق بين الاثنين وبنسجله، وبنحط هنا يعني ليه هنا علامه استفهام هنعرف حالا. طبعا هنا في نقص في الوزن، هنا في زياده في الوزن، هنا تقريبا الزياده تكاد تكون لا تذكر، وهنعرف ده سواء في هنا في الوزن يعني. بنحسب اللي هو الوزن النهائي ناقص الوزن اللي احنا بدانا بيه على الوزن اللي احنا بدانا دي في 100، ونبتدي نعمل الحسبه بتاعتنا. بعد كده بنحول هذا الجدول الى رسم بين، فهنلاقي ايه؟ هنا القاء اللي هو العمودي ده نسبه التغير في الكتله او الطول يعني حسب، هنعمل تجربتين. وهنا التركيز السكر في الانابيب المختلفه، بناخد هنا تركيز صفر اللي هو ما كانش فيه اي تركيز املاح خالص، فكان ده الوزن اللي احنا بادئين مثلا بيه، كل ما بنزود التركيز اللي بيحصل في الوزن بيقل، كل ما يزود التركيز بيقل، لغايه لما نيجي عند نقطه معينه نلاقي الوزن لا زاد ولا قل، نزود التركيز بعدها يبتدي الوزن ايه ينزل، يعني هو كده كده عمال ينزل بس هو بادئ من هنا لغايه لما نزلنا هنا كده. اشمعنى النقطه دي اللي تهمنا؟ لان النقطه اللي ما حصلش عندها تغيير في الكتله او في الطول، يعني فضلت قطعه البطاطس زي ما هي، زيها زي البدايه بتاعتنا، ده معناه ايه؟ معناه ان التركيز بتاع الاملاح في النقطه دي، في النقطه دي هو نفس التركيز اللي جوه الخلايا، كل ما زودنا التركيز تقل الكتله او بيقل الطول، وهكذا لغايه لما وصلنا لغايه نهايه التجربه بتاعتنا. تمام. طيب النقطة اللي بيحصل فيها التقاء أو هذا الخط هنا شفنا في الجدول اللي هو فين؟ هنا عند النقطة دي. يبقى خلاص إيه، عشان ما نستفدش في الحسابات يعني، لكن دي طريقة الحسبة بطريقة بسيطة جدا. المهم هي دي النقطة اللي بتهمنا، اللي هي النقطة دي نقطة التقاطع. بعد ما برسم الرسم البياني يبقى هو ده النقطة اللي ما حصلش فيها تغيير ما بين المية اللي دخلت والمية اللي دخلت البطاطس أو خرجت منها، يبقى دي نقطة كأنها نقطة تعادل، معناها دي النقطة اللي بتمثل اللي لو انا شفت التركيز اللي هنا ده يبقى ده التركيز اللي جوه الخلايا. طب هو ليه انا محتاج ارسم الرسم ده؟ طب السؤال بطريقه ثانيه، ما خدناش القراءات اللي عندنا من الجدول وعرفنا القيمه، هنعرفها ازاي؟ ما احنا ما عندناش غير علامه الاكس دي ودي، 2 3 5 قراءات، الخمس قراءات لما احنا حطيناهم وعملنا بقى الرسم البياني بشكل معين خلاص بنقول البيست فيت، البيست فيت اللي هو احسن يعني تقاطع مع افضل تقاطع مع اللي هو المحور السيني اللي هو ده، اللي هو ما كانش فيه تغيير في نسبه الكتله او في الطول الى اخره، فهو ده بيمثل
قيمه التركيز داخل الايه؟ الخليه. نيجي هنلاقي بعد كده هنلاقي في فيديو حطوه، هو الحقيقه المره دي في فيديوهين، فيديو منهم كانه معمل افتراضي، والمعمل الثاني اللي هو فيديو حقيقي بيبين طريقه حدوث التجارب بتاعه البطاطس، سواء كان بالمكعبات البطاطس او كان سواء باسطوانات الدرانات البطاطس. بكده بنكون اتكلمنا عن ازاي شفنا ظاهره الاسموزيه باستخدام درانات البطاطس باشكالها وانواعها. ان كنت احسنت ووفقت فمن الله سبحانه وتعالى، ان كنت لا قدر الله اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب، ولا تجعل في عملنا رياء ولا سمعه، امين. والى ان نلتقي في فيديو قادم من فيديوهات تبسيط العلوم، اترككم في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للفيديو بنشوف مع بعض المعمل الافتراضي. احنا عندنا ده شكل من ضمن الاشكال اللي احنا قلنا عليه، بيكون البطاطساية بالشكل ده كده، انا واخد فيها عامل فيها زي تجويف في الداخل، واقدر اشوف التجويف ده اهو. لو انا خدت قطاع هي طبعا بيبقى عاملة كده، البطاطساية انا بحطها كده، لكن احنا عشان نشوف ايه اللي بيحصل، فكأننا بناخد بنشيل نص البطاطساية. ده احنا في التجربه بس في المعمل الافتراضي، لكن في الحقيقه ما ينفعش اعمل كده، انا عايزها كلها على بعضها بالشكل ده كده، لكن اللي بيحصل بيبقى بالشكل ده كده خلاص. والميه اهي في لغايه هنا الميه موجوده، ده داخل البطاطس جوه. نشوف ايه اللي يحصل، بنقول ايه، بنختار التركيز الملح اللي موجود، فموجود بيبقى قد ايه، عايزين التركيز بتاعه قد ايه، التركيز الملح هنخليه مثلا ايه، نقول 10. طيب وعايزين في البطاطس بقى جوه البطاطس، يعني تركيز الماء السكر ده او الملح او السكر اللي بره 10%، طب جوه في البطاطس هنخليها 20. طيب وبلازم احط دبوس من الاثنين دول في البدايه هنا عشان اشوف البدايه بتاعتي فين، واقول له ستارت، فبيبدا العداد بتاعي هنا، التايمنج بتاعي بالشكل ده كده ساعه، وادي الساعه الثانيه، شايفين ايه اللي بيحصل؟ بعد ساعتين بصوا بقى الميه بقت فين؟ اهو لو انا حطيت هنا اهو، ده الفرق بالشكل ده كده. فين التركيز الاقل هنا؟ اهو العشرة اللي هي كانت بره، الى التركيز الاعلى اللي جوه، فالميه دخلت جوه البطاطس. طيب يبقى انتقل، طبعا انا هنا بقول التركيز اقل واعلى بالنسبه للملح، بالنسبه للملح. نجرب تجربه ثانيه، نعمل ريسيت اهو بالشكل ده كده، نعكس بقى، نغلي التركيز هنا هخليه بره 20 وجوه هخليه 10، ولازم برضو عايز اشوف البطاطس اللي هيحصل فيها، واخد علامه هنا احطها عند المستوى بتاع الميه واقول له ستارت، واشوف واسيب التجربه. ادي بعد ادي ساعه وادي الساعه الثانيه، شايفين ايه اللي بيحصل؟ الميه بتنزل بتطلع من البطاطس، تطلع ايه لبره، ادي الفرق ده اللي موجود هنا بالشكل ده كده، وهو نفسه هيقابل نفس الزياده هنا. يبقى اذا انتقال الميه من او الى ده بيتوقف على ايه؟ بيتوقف على التركيزات داخل وخارج. طب تعالى نعيد التجربه بقى مره ثالثه، ونسوي الضغطين بره وجوه ونشوف ايه اللي هيحصل. ادي 15 و15 ونشوف التجربه، ونحط الدابوس بتاعنا عند مستوى الميه اهي بالشكل ده، واقول له ستارت، ادي ساعه وادي الساعه الثانيه كمان، ما حصلش حاجه يعني، او بمعنى اصح احنا طبعا لو بنشوف على مستوى الجزيئات، الميه اللي بتدخل قد الميه اللي بتخرج، وبالتالي يظل مستوى الميه كما هو. يبقى احنا عملنا ثلاث تجارب، خلينا التركيز جوه البطاطس اعلى، وبعدين خليناه اقل، وبعدين خليناه مساوي للي بره، اللي هو الايزوتونيك والهايبوتونيك والهايبرتونيك، اللي هم الثلاث حالات بتوع تركيزات الاملاح داخل وخارج. وكده بنشوف شفنا الظاهره الاسموزيه. الرابط بتاع المعمل الافتراضي هيكون تحت اسفل الفيديو عشان نقدر نجرب التجربه بنفسنا. ان كنت احسنت ووفقت فمن الله سبحانه وتعالى، ان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي، والى ان نلتقي في فيديو جديد، سواء كان بقى بمعمل افتراضي او لا. اترككم في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.